بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط الثاني للبكار اللقاية من مسافة 4 كيلومتر. اللي الآن تسيطر في مقدمة الشوط نوف، هي من تسيطر في المركز الأول لسيد فلاح بن محمد العمراني، ولكن ينخطف من جميلة للسيد عبد العزيز بن موسى العطوي، غيرت واخذت المركز الاول. المركز الثاني اللي الان تسيطر في المركز الثاني 14 اللي هي اشواق للسيد مفلح بن حمدان الحويطي، تسيطر في المركز الثاني. المركز الثالث اللي هي نوف فلاح بن محمد العمراني، تسيطر في المركز الثالث. رابع المراكز اللي هي جبارة لسيد عيد الحبيدي البلوي، تنطلق في رابع المراكز. المركز الخامس يا سلام اللي قادمة في هذه اللحظة اللي هي قضاعة للشيخ عارف بن معوض بن غنيم الجهني، عملية التدمير عند سيد نواف بن مفلح البلوي، تسيطر في خامس المراكز وتسللت الى المركز الرابع. اللي قادمه في هذه اللحظه اللي هي الشاهينيه نايف بن عوده الحويطي، غيرت واخذت المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، جميله من تسيطر بمقدمه الشوط بالمركز الاول، جميله لسيد عبد العزيز بن موسى العطوي، تسيطر في المركز الاول. المركز الثاني اشواق والسيد مفلح بن حمدان الحويطي، يا سلام. والمركز الثالث الشاهينيه ولا جباره للسيد عيد الحميد البلوي، ولكن الشاهينيه من الجانب الايمن نايف بن عود الحويطي. والمركز الخامس نوف لسيد فلاح بن محمد العمراني، يا سلام. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. الله يا مقدمة الشوط، الله يا المركز الأول، يا سلام يا جميلة. وتعود ملكية جميلة للسيد عبد العزيز بن موسى العطوي. المركز الثاني أشواق ومفلح بن حمدان الحويطي، وثالث المراكز نوف اسمها من 3 حروف للسيد فلاح بن محمد العمراني. الشاهينية في المركز الرابع لسيد نايف بن عود الحويطي، وترشيح مخرجنا المتألق أحمد الرضا برشح الشاهينية اللي في المركز الرابع لسيد نايف بن عود الحويطي. المركز الخامس قضاعة للشيخ عارف بن معوض بن غنيم الجهني، عملية تضمير قضاعة بتور عند السيد نواف بن مفلح البلوي، ولكن اللي قادمه يا سلام متعبه لسيد حافظ بن عيد الزمهري، قادمه في هذه اللحظه وبدت تبدل المراكز وعينها على مقدمه الشوط. يا سلام المقدمه، الصداره نوف، يا سلام يا نوف فلاح بن محمد العمراني، ولكن ما شاء الله الشاهينية من الجانب الأيمن نايف بن عود الحويطي. المركز الثاني جبارة، تسللت جبارة لسيد عيد الحميد البلوي، متعبة في المركز الثالث حافظ بن عيد الزمهري. رابع المراكز نوف فلاح بن محمد العمراني. المركز الخامس أشواق مفلح بن حمدان الحويطي، يا سلام. ولكن الشاهينية تنطلق بالمركز الأول، نايف بن عود الحويطي، يا سلام يا الشاهينية. المركز الثاني متعب السيد حافظ بن عيد الزمهري، ونوف تحركت نوفة فلاح بن محمد العمراني. والمركز الرابع جبارة لسيد عيد الحميد البلوي. المركز الخامس قضاعة للشيخ عارف بن معوض بن مقبل
عارف بن معوض بن غنيم الجهني تسيطر في المركز الخامس، ولكن الله الله اتحركت الامور، انطلقت نوف، نوف انطلقت بالمركز الاول، متعبه متعبه ولا نوف، ولكن متعبه لسيد حافظ بن عيد الزمهري ما شاء الله، نوف فلاح بن محمد العمراني ما شاء الله وتبارك الله، تنطلق نوف، نوف يا نوف فلاح بن محمد العمراني، المركز الثاني متعبه، حافظ بن عيد الزمهري يا سلام متعبة ولا نوف، متعبة ولا نوف، واللحظات الأخيرة واللحظات الخطيرة، ولكن جبارة قاتمة عيد الأحمد البلوي، ولكن متعبة يا سلام يا متعبة، هل تضيف النقطة الثالثة في هذا الصباح؟ ما شاء الله وتبارك الله، هذه متعبة لسيد حافظ بن عيد الزمهري، المركز الثاني نوف، 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 فلاح بن محمد العمراني، يالله متعبة ولا نوف، متعبة ولا نوف، ولكن نوف، نوف ما شاء الله وتبارك الله، انطلقت نوف بالمركز الأول، فلاح بن محمد العمراني، ما شاء الله وتبارك الله، تهانينا تهانينا والناموس لسيد فلاح بن محمد العمراني على فوز نوف بالمركز الأول، المركز الثاني متعبة حافظ بن عيد الزمهري، وثالث المراكز جبار عيد الحميد البلوي، المركز الرابع الشاهينية نايف بن عود الحويطي، وخامس المراكز أجواد مفلح بن حمدان الحويطي، تهانينا 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 والناموس للسيد فلاح بن محمد العمراني على فوز نوف بالمركز الأول، التوقيت الزمني 6:24 بالوفاء والتمام، وتهانينا إلى جميع الفائزين.